الاول كان معايا الوزير. اه كان شعورك قد ايه وانت في اللوكيشن وقاعده بتتكلمي كده؟ سعيده سعاده ما بعدها سعاده. مين اللي جابلك الفرصه دي؟ مكتب الريجيسير حضرتك. روحتي وقلت انا عايزه اعمل ده وقدمتي؟ اه عشان طموحك عايزه امثل. اه انا احب ابتدي الحكايه دايما كل حاجه من المستوى الادنى يعني. اه ابتدي سلم من تحت خالص. ودخلتي طلبوكي عشان الفيلم، حسيتي بايه؟ لا فرحت طبعا. يعني ما كنتش مقدره بس فرحت، عشان مش ان انا هعمل كده، انا فرحت ان انا هشتغل مع احمد زكي ودكتور سمير سيف الله يرحمهم الاثنين. الله يرحمه. تفتكري اجرك كان كام؟ 100 جنيه 100 جنيه يا عملتي بيهم ايه؟ جبت بيهم سندوتشات في الغداء كده مع المجاميع وقعدنا ناكل سوا. جيتي بعد كده جالك مشاركه في اسكندريه نيويورك مع العملاق الراحل الجميل. اه بس اسكندريه نيويورك تعتبر انا قعدت 6 أشهر بعمل كل حاجه فيها. ف اسكندريه نيويورك ناحيه الاخر ال6 شهور. اه وبرده كان مكتب الريجيسير. طب عملتي ايه بقى في ال6 شهور دول بقى؟ بعد ما عملت بقى اعمال كتيره جدا جدا. إيه؟ اشتغلت دراما تلفزيونيه واشتغلت في افلام واشتغلت اعلانات وعملت كل حاجه. عشان اجرب نفسي. ما دي بقى تاثير العمل المصرفي عليا. المخاطره المحسوبه. يعني مش افتح صدري كده واقول خلاص انا انفع. ممكن اكون ممثله كويسه واخاف من الكاميرا. في ناس عندها رهبه من الكاميرا، يعني تبقى حافظه واول ما الكاميرا تدور خلاص.